بهذا اليوم السعيد. أنقل تحياتي وشكري وتبريكاتي إلى قيادة المملكة العربية السعودية وإلى المشروع السعودي لنزع الألقام مسام وإلى قيادته الحكيمة بمناسبة وصول الفرق المسام العاملة في الميدان إلى انتزاع ورفع 200,000 قطعة منوع. وكما أهدي يعني تحياتي وشكري إلى كل العاملين في البرنامج السعودي لنزع الألقام مسام وإلى كل الفرق العاملة في الميدان، تلك الجنود المجهولة الذي يقدموا ويعملوا ليل ونهار من أجل إعادة الأرض ومن أجل انتزاع الألغام وبعات الكابوس الموت الذي يهدد المجتمع اليمني بشكل عام. شكرا لقيادة المملكة العربية السعودية وشكرا لقيادة مسام وشكرا لكل العاملين وكل العاملين في البرنامج السعودي نزل الألغام والبرنامج الوطني نزل الألغام.